الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد أحبابنا الكرام، نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله تعالى. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. والمبيت هنا ليس معناه النوم، لأن الجن لا ينامون، فيكون معنى المبيت هنا الدخول والبقاء مدة من الوقت. فهنيئا لمن ذكر الله عند دخوله إلى بيته وعند طعامه وفي جميع أحواله. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم، ورزقنا لسانا ذاكرا وقلبا حاضرا وعملا متقبلا، والحمد لله رب العالمين.